صباح الخير، أو أي لا لازم نشوف صباح الخير. السلام عليكم وصباح الخير. صباح الخير بلاد الخير من جزيرة بني ياس، هالمكان الفنان اللي يسوى لك وتومان. نعم، منظر جميل ولا شيء خير عنه، سبحانك يا رب. المنطقة تميل للعائلية أكثر على فكرة، يعني المنطقة بالأخص الفندق، الفندق فيه حياة أكثر، فيه حياة أكثر لأن فيه فعاليات وايدة، ركوب خيل وما أدري أشرعة وسياكل وتجديف ورحلات صيد، في أشياء وايدة يعني الفندق. أنا ما أقدر أعرف شو، لأني مش اختصاصي أشرح خدمات الفندق، يعني ما يخصني في الفندق. أنا جاي وانا ادور الفلتر، اتحرى شيء بيظهر فلتر، طلع فندق اسم الفندق وحطيته لكم اسم الفندق، فاللي بيسال اي سؤال يخص الفندق يخص جزيره صير بني ياس، كل الاسئله تقدر في موظفين يجاوبون عليها، اي انسان بيجاوب عليها، يكون شيء قاصر ولا شيء زايد ولا شيء عدل ولا شيء مايل. فانا افضل ان الواحد ياخذ المعلومه من صاحب الشان. فهم مثل ما قالوا أهل مكة أدرى بشعابها، أهل مكة أدرى بشعابها، وكل شيء زين، وأصبحنا رقدنا هكذا الرقدة الخفيفة. وهو الصير ما شاء الله تبارك الرحمن خفيف، الرقدة فيها بعد خفيف، لو ترقد مخر أصلا كل العرب كلها متراقدين البارحة، الناس راقد من المغرب، فلذاك ناشي من الفير، ما حد راقد نص الليل، لا نحن متين قاطعين هالبحر كامل. جماعتنا هناك البارحة، نحن شفتوا الشيب وين؟ هذاك هناك، هذاك الشيب هناك البحر، وين كنا نحن هناك متعشين، متعشين ابوي عند شباب البحر عازمي، خبرتكم صورناه البارحة، وكانت الجلسة غاوية وجميلة، ناس طيبين واخيار وخيرين ايواد، يعني ناس يلسى كانت وايد جميله. على فكره هالحيوان انا ما اعرف اسمه اللي تو اربع، هذا موجود منه ملايين، اذا ما كان الاف ولا مئة الاف، ملايين بالعشرات الملايين. يوم تمشي جدا الحصى، الحصى هذاك اللي هناك تشوفه يظهر بين الحصى تحراه نمل، ما ادري شو اسمه، هذا جاي ميوب ومتكاثر هني، لكن ما اعرف شو اسمه، ما اعرف شو اسمه، شيء رحلة اسمها سفاري. فنحن اليوم حاجزين عليها الساعة 2 الظهر رحلة سفاري، بغينا نسير اليوم الصبح ولا الضحى، ما لقطنا كلهم فل، فلقطنا الساعة 2 الظهر إن شاء الله نحن بنسير، وبنيد الساعة ونص من الرحلة سيدة بنسير في الطراد اللي جاي بنا، بنحرك الساعة 4 العصر إن شاء الله، 4 إلى 4 تقريبا، وإن شاء الله بنوصل الساعة 4 و10 ولا 4 و5 الفرضة مال اللي في فرضة تصير اللي في أبوظبي اللي في الطرف الثاني في الظنة، وإن شاء الله إن بنتوكل على الله بنيدر علينا المغرب إن شاء الله في أبوظبي إذا الله جعلنا من الحيين. ترى اليوم موي شوي البحر، بعد موي مساعة كانت شوية أشد، مساعة كانت شوية أشد شوية حين طاح البحر. الفندق ونيس، الفندق ونيس اللي بيو يا عائلة ويا ربعة ويا صدقانة شباب، يعني ونيس الفندق، واللي بيو روح وايد زين، يعني تحس بألفة، يعني ساير وياي حركة لفلة للطرفانيات اللي تابعت للفندق، شيء ثلاث أربع أماكن فيهن سكن، شيء منهن تصير لهم بعد ربع ساعة يمشي بك، هذا تمشي بك سياير تقدر تسكن في الفندق ويودونك المكان اللي صرنا تغدينا فيه، بغيت تبات ولا تجلس ولا بغيت تسير تطالع المكان ولا تطالع تتغدى ولا تتعشى ولا تريق هناك وترد، بغيت تسير بعد اللي على البحر الهن اسم هناك ساحل أظن يسمهن بعد تروح، لكن سكنه في الغابة أشوفها شوية موحشة،
بالاخص في الليل. انزين، وعندكم الله يسلمك عاد حتى اللي هناك في طرف البحر الطرف الثاني، يحب بعد شوي بنسيب بصور لكم المكان، احس به يكون موحش اذا انك تسير بالاخص اذا روحك يعني او وياك نفر مفرين، بعد موحش الروح تبقى نسخ الارواح. اقول وين صرت؟ عبد الله وين صرت اليوم؟ احس اسف. بس اسف اليوم ما طلعت اسف. بس لا لا ما يخبر انا ترى حبيبي، بس واحد كوفي يا قهوه ذا ثلاث قهوه. وين شرب؟ وين شرب هناك؟ صح هنا واحد هو شرب نص كوفي واحد قهوه بس بسكوت. ما تشكي ما هذا بسكوت؟ لا خليه واحد، خليه شكون وين خليه هذا بلات ابو دبي مو يعني دبي ما شكون ممنوع نسيت هنا كوفي تجيب وقول سلام. وين انا اقول تروح خلاص. الله يكرمك الله كريم. انت اول قول حالات شوف ماما ايه ما شاء الله. 10 دولار كل يوم. شيء طبيعي بو فيه مكان طويل عريض دورين والاكل ها مثل ما تشوفون يبتدي من هالمكان ها. وانت ساير وانت ساير وانت ساير كلها اكولات من كل شيء، ريو كورن فليكس وبيض وما ادري شو من كل شيء وفول كل شيء كل شيء كل شيء عندهم، وهذا انكلودنج مع الريوق نحن حاجز لنا ثلاث انفار يعني مكان فنان وغاوي يعني يستاهل ان الواحد يجيه وسعرهم وافي. دورين اللي يبقى مكان مال عوايل خارج على الكونتينرز برا ما عندهم مشكله يعني يخدمون التلوث الخارجي لو انت برا يعني ما عندهم اي مشكله. احنا مو نكون ريوقنا عاده يعني يوم يصير فندق نسوي شيرنج صحن اجبان وصحن فول وصحن بيض وصحن لا 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 ونيلس اللي يبقى ياكل. هذا مثلا فول اللي يسمونه العدس الحار مع الشباتي هذا ما حد منهم قال له كم الخبر لانه عيبني وفي قرصه فلفل فجبت عدالي وقلت يا حبيب النبي ما اعطي فيه عذاب لا حق ولا باطل يوم يكون الشيء بس بسم الله الويش قام يفن فوق ترشل ولا يعاد فلذلك اخلي حق عمري. اي والله يا رب صباح خير. بسم الله يا ويش غادي تحرك قرص خمير مره متنفخ لا اله الا الله عينه خامره او عينه طافحه بعد ما بالله خامره. صباح الخير خالد، هذا الحلوم مالك اللي اشد فيه البارحه وانا اللي قابلتك ارض المعارض واعطيتك صب القفش عليك بألف عافية. مشكور ومتنقص لك العافية إن شاء الله. عدالي مرحبا بياسر، مرحبا مرحبا بياسر عرفات. انت ايش قاعد بعد؟ شوف عندما تتخالط الألوان الأخضر بالبنفسج بالقهواتي بالأبيض بالوردي بالبني يا سلام سلم. يا شو رأيك إبراهيم؟ ما شاء الله شيء جميل، شيء خيالي يا ابو محمد. يعلى الله ان شاء الله ييسر امورك ان شاء الله يا ابو يا ابو توفيق يخليك كل سنه وكل حول. اللهم امين. نشوف في هالمكان الفنان شو رايك في اليابان ابراهيم؟ ما عليه اخبار شاد الله. شفت والله عليك والله شيء رقي في شعب هالنمونه، شيء جمال شيء طبيعه شيء هالنمونه. تسافرنا وردينا لكن نفس البلاد والله ماشي هي ولا انا بعدنا ست شيء كذب خيب. لا والله ابراهيم شيء جميل، شو رايك انت؟ لا ما هذا كلام. انت عطنا وحده ممكن؟ لا هاي بروحها انت تلقائيه. نداء ما قبل الاخير، نداء ما قبل الاخير، الحاضر منكن يعلم الغايب. الخميس والجمعة والسبت
اليوم الاخير للعرض المعرض اللي في فندق شنغريلا فاشن افنيوم. فاشن افنيوم اليوم اخر يوم في المعرض. الحاضر ممكن يعلم الغايب وسيرن وتبضع عن مكان زين وفنان واسعارهم موافجه وبالهم طويل ولهم بارض على الرمسه وكم كاسر ما شيء يقول ما نبي احد يكاسر ما فينا علي كاسرن ولا فينا ابوي على السؤال والجواب اللي ما يوجه يا غير اللي يبي يشتري يصير بضاعته مميزه وكل شيء فنان وغاوي عندهم. والمعرض ابوي مستمر اليوم لين بعد الساعه 10 او 10 ونصف الليل. لا تقول ما قلنا من جزيره صير بنياس نداء عاجل نداء ما قبل الاخير. شكرا جزيلا. فندق الشنغريلا في ابو ظبي. فندق الشنغريلا في ابو ظبي بين الجسرين نداء ما قبل الاخير. لا تقولوا ما حد قال لكم. معرض فاشن افنيوم. معرض فاشن افنيوم فندق شنغريلا بين الجسرين في مدينه الخير واليود اللي هي مدينه ابو ظبي ديره بني ياسي. سايرين الله يحفظكم الحين حق منطقه يقال عنها اليم فيلا. فلل على البحر. نحن نشوف يوم نحن نسير أم الكرك ولا قشة ولا نسير حالة يابر ولا نسير حدا الأحول ولا مقصار ولا كل حدا الأحول لازم نشوف من طريق البحر. يا غير ما شفتن أنا من قرب يعني أكون فيهن أو ريلي توطل المكان هذا أشوف من بعد بين وبينهم 10 أمتار 20 متر. لكن كنا في البحر وهن في البر فلذلك حين قلت لهم بنسير نتقهوى هناك قالت رموا تسيروا تتقهوون او تتغدون اعطونا سياره قالت توكلوا على الله. فنحن سايرين الله يحفظكم اللي هي اليم فيلا يبعد عن الفندق هذا 13 كيلو مسافه 13 كيلو شوارع وعلم وخبر ورمول وصباخ ونقيان ويبال تخطف على الدنيا كلها وانت ماشي والخضرة يمينك ويسارك ها مثل ما تشوفوا ما في الحاضر يمينك ويسار شيء سمر شيء غاف شيء قرط شيء منك وسدر وشيء راك من كل ما تشتهي النفس. اللهم لك الحمد. الشير اللي هو يوالم المنطقة هذه شيء على فكرة شيء حدائق مزروعة كلها برتقال مصري بسرة حياة زايد الله يغفر اللي زار عنهن يعليه الجنة. يا الشيخ زايد ابو خليفه زار عنهم سنين وحاليا ينتج ويتنزل في الاسواق بدقه رزق وطعمه لذيذ. يوم الموسم نحن ناخذ اليونيه ب5 دراهم يونيه. شفت اليواني هل يبيعوا بهن البصل الكبار الحمر اللي يبون ما ادري وين بالهند على 10 دراهم اجيامهن ورخيص. لكن ان هذا هو وقته موسمه ولا ما بموسم العلم عند الله الله أعلم. هذا يتون على يسارنا حين هذا هو الساحل البحري دور مدالي زيرة. احنا هذا ورا الشير ها كل بحر 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 يسمونه فيرجن بحر بحار عذراء المناطق عذراء ما تد حد ياها من سنين غير أهل الأوليين اللي كانوا عايشينها. الحين الناس تي الفندق يلسوا يوم ولا شبه يوم إجازة وردوا وحد أحسن فعالية اللي هي فعالية السفاري بسيارة مال الجيش شرات مالات الجيش هل يتحدون ها مكشوفات وتصير عند الزرافة وما أدري وين وعند الفهد وعند النمر وعند القط وعند البط والحمام والغزلان ولا لا 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 ماشي نوع في الدنيا حيوان اللي موجود بالآلاف يعني ما بالمئات ناهيك عن الطيور. إن شاء الله اليوم نحن موعدنا الساعة هنتين موعدنا إن شاء الله بنمشي شوي الغزلان من الساعة هنتين لين الساعة 3:30 وخلاف أبوي بتشلنا العبارة وبنسير إن شاء الله بوظبي إذا الله راد. تم في خاطري السؤال سألت الدريب أقول له ليش في الطريق 13 كيلو وعط في البحر يبين كنا أقل. قال لي إذا تسير مشي 8 كيلو لأن عن طريق البحر وإذا تسير عن طريق الرسته ياخذ تقريبا 13 كيلو مشي ما يقارب 45 دقيقة توصل لان حيدنا خط في البحر من المبنى هذا وين الفلل لين هناك ما ناخذ حتى 5 دقائق
كيف يعني بالسياره ترى هذا طريق مختصر مكان لينا شخاخه ومركبي والزيتون والدنيا ها ما تشوفون هذا هو المبنى اللي احنا جايين نسبه كالطبيعه وتشوفها ريسبشن تدخل الباب هذا تظهر من هناك عاد شيء طبيعي يعني شيء المطاعم فندق يعني هذا فندق عباره عن كم غرفه لو سمحتي من المدخل الرئيسي شيء طبيعي الفندق داخل يميع الفلل 30 فلة عندهم 30 فلة كلها مشاهدات البحر هذا نحن نبوي الطرف هذا البحر من الطرف هذا الفلة اللي خطرت كل فلة روحها مستقبل كل فلة روحها مستقبل سير من الكركم جينا من البحر هذا ها سرنا سيد هناك تيك عد الحبوب هاي اللي تشوفونها الحين هاي قشع هذه قشع تبين اوضح هل البحر الحين فيها ام الكركم عالي وهني تيك حاله يابر ومخوره هذه ها هذه تبين ترى واضحه من هني هذه حالة جابر وعقبها تيك مخورة وعقبها تيك هناك أم قصار عقب أم الكركم وعقب غشة هذه غشة منظر جميل هذا الفلة هناك مطقطق لين آخر شيء كل فلة عدا الثاني كل فلة عدا الثاني كل وحدة لها استقلالية تروحها كل فلة لها استقلالية أنا ما حبيت أيه وايدين يعني انا ما في اي روحي حكر عمري انا ببقي الوادم ببقر الناس هذي تشوفون كل قرب على مدى النظر يا ربي عاد الصير يا الله بالوصف هذي داعبة داعبة لكن من المفروض هذا اتوقع ان تسكرت الطرف هذا ولا هذه لها مدخل ومخرج الحين عازم لها بس مدخل من هناك والسمكه من تدخل من الوي ما لها ظهره خلاص لازم هنا تحت القرب تظهر من السوق كم ما دخلت لها مدخل واحد مظهر واحد الاول لها مدخل ومظهر شيء بس هذا اللسان اللي تشوفونه هذا هو الحد يفرق بين الداعب هذه والبحر تدخل من هني وتظهر من هناك غير اتوقع انه مسكر حينه سكروا الطرف هذا وخلوها هنم في اقول في خاطري يعني في ذمتكم هبل منظر جميل منظر جميل وفنان وغاوي وهادي هادي هادي ماشي شراته مكان شوف سبحانك يا رب شوف الطبيعة شوف الطبيعة هذه عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي كان أبوي بحد يصير ويه هبرابة في البيت ما يحترج ولا يتحرك ربطتم وحدة في البيت ما تحتركون أظهروا بدال الكوفيات والمطاعم شرق وغرب إلا من مول أظهروا ويفروا عن خطركم ها نحن ثلاث انفار ييتنا وسيرتنا واكلنا وشربنا حتى 2000 درهم ما كملنا 2000 درهم ثلاث انفار 2000 درهم سدلنا وزادنا شوف البحر شوف الطبيعه شوف الدنيا كل انسان عاد حسب الليبه شيء غالي شيء سكن ب 5000 الليله وشيء سكن ب 1200 شيء بخمسة وشيء ب 1000 بغيت ب5000 شيء بغيت ب1000 شيء كل شيء موجود تون ثلاث تنفار تسوون حطية 300 درهم تشيكة بترول شو يعني إلا اللي ما في خاطر اللي ما في خاطر ترى ما في خاطر ما يبع يظهر الأعذار شو تحرون انتو هذه مالديف بوظبي مالديف بوظبي وبعد أخير عن مالديفهم هاي مالديفنا نحن
مالديف الامارات ابوي تبيع وتشتري في كل مالديف في الدنيا. ها يسدنا المكان فيرجن مكان ما عليه زود دوس ما بجريب والناس بغدي من هج وهذا مفرر وهذا طايح وهذا خايس. طالع المكان نظيف نظيف هذا تمشي من طال مكان مكاننا هذا للفندقنا 8 كيلو اذا تمشي على السيف هذا. والله نحن ليش ما نمشي على السيف هذا؟ شو رايك ابوي؟ قررنا ساعة بتسدنا لين نوصل نمشي لين الفندق رياضة وعناسه بس المقعة هاي نحن ما بيعين نيلس جايين تمشى ماشي ومشينا الجلس ويا لسنا وكوفي شربنا يفس توكل على الله. قررنا ابوي نمشي هذا حين المكان بنمشي من فوق بنقبض السيف هذا لين نوصل 8 كيلو ساعة يبالنا ان شاء الله انه يبالنا ساعة بنوصل. وهذا المكان على ما تشوفون ان شفت شيء يرزى التصوير صور. والله بعد خير عن البحر هذا شيء يرزى شيء خير عن البحر هذا ما شيء ابوي خير عنه. ها على ما تشوفون على ما تشوفون بلاد الخير ام الخير بلاد الخير ام الخير. ونحن بعدنا نمشي ها كلهن افتداد الفلل ما ادري في من داخل كيف شكلهن لكن اكيد شيء فلل غرفه وفلل غرفتين هاي فله غرفتين هاي فله غرفه غرفتين غرفه غرفتين غرفه اعتقد اخر وحده ثلاث او اربع غرف الرئيسيه هاي اللي في الكورنر اللي مشاهده مره الزاويه هذه وكلهن هاي اللي تشوفونها مشاهدات البحر هذا شيء جميل منظر ولا اروع طبيعه خلابه في منتهى الجمال شيء لا صار ولا استوى سبحانك يا رب. لكن 90% اللي سكنوا يقولون في الليل مكان موحش مكان موحش اللي بي روحه نفر واحد ينقز على كراع لكن اللي بي مجموعة كبيرة عائلة ولا شباب ولا بنيات ضربة ما عليهم شر حتى البنات يوم بين ضربة بلادنا الحمد لله بلاد خير سيكوريتي وأمن وكل شيء زين الأمور طيبة وامشي الحرة ما عليك ما قلت لكن امشي الحرة وما عليك مضرة ليت بدر بالعوي دل وين مكانه وليت بدر بالزين دل وين مكانه والحرمة واللي بتحافظ على عمرها بتحافظ على عمرها لو قدام 200,000 ريال والحرمة ابوي ليه ضاري على اللف والدوران وتبى تنكز على كراع ابوي تعرف الطريق مرة لو يتقفل عليها ببروي وحصون وسجون اللي تبدر بالعوي ما بيغلبها واللي ما تبدر بالعوي الله ساتر عليها. يلا برايكم عاد بس عاد عليكم انا سمرت ارمس التليفون ويا هلال ابطيت ارمس وياه ونسيت ربيعي وثار ابوي يمشي شوي شوي وين ابوي ها وين صكيت عنه وانا امشي لقط هذا المكان هل تشوفونه هل تشوفونه مرة على السيف على السيف ايضا عيله هي والله عيلة ها عيلة هاي عيلة لايثة لايثة ابوي هذا المكان مرة في الزاوية هذه الزاوية اللي انا فيها زاوية الصير طرف هذا عيلة لايثة كم اكبر هذا هل انا ضربت انها بالروانة شو جات لنا الله الله اعلم ما يندرى شو شمنا لا مفروض هاي ما يها شر شيء بلاها عيلة كاملة والله أتوقع بقرة ما بعيلة بقرة كاملة بقرة كاملة بقرة حمال ولادة ما هي ضربة بالروانة مكينة بين ناقلات النفط ولا إنها في غزل ولا إنها أجلها ما بيوجه أجلها مستحيل يوجه لكن أتوقع إن غزل أتوقع هي والله غزل ها هي نعم غزل ترى لا حول لا قوة إلا بالله ها غزل أبوي ما شبه في غزل هذي يتروحون الغزول ويطرجون عنهن يتروحون الغزول ويطرجون عنهن يتروحون الغزول في مخطف البقر وال والعيلات فقارة يهاجر من دار لينديره وني عسب كنعد ولا خباط ولا شياته ولا واحد الغمري ماله في البحر اي
يتوح غزول ويودرهم ويضيعهم ولا يعرف وين وين تاحن. هذا الغمري يتوح الغزل ما عليه تحت احرسه احرسه وشل اللي تباه شل ودامك ما شي مشكله، لكن لا تودره وتضيعه. واه شوف قميضه والله قميضه قميضه عليها بقره كم مكبرها هاي قاطع من دار من دار لين ديره عسب بتعجل عندنا، ويوم يت فقيره هذا ما ياها يا هالقاصر يا هالقاصر يا هالقاصر. شوفوا بعد هذا بعد نداء للي بيحتد عاد مره شيمه مره ما في ولا في ادب اخر شيء، وهو ساير البحر بيعق الغرش يعقها مثل ما انعقت هاي. هذا اذا ما في ادب عاد اذا ما في ادب يعق الغرشه في البحر هالنمونه بتلوث. لكن اذا انه خلى الغرشه طلقه اذا خلى الغرشه طلقه وتاحها في البحر بالدم بتاكلها كلها سمكه ولا بتلوث البحر ولا هي ما بتتحلل. هذه نايلون ما بشوفها المسكرات المسكرات يلوثن شفتوهن المسكرات كلهن يلوثن على البحر. فهذا عاد منو اللي مره عاد ما في ادب هالنمون يسوي، لكن اللي ما في مخوفه من الله يفتح الغرشه ويعقها في البحر هاي تبدم وندمت. هذا اسمه مجرم اللي سوى الشيء هذا يسمونه مجرم. شو السبب؟ انه يضر البيئه البحريه تحت يضر البيئه البحريه، فلذلك هذا موت موت للكائنات البحريه. المنظر 6 7 8 10 غراش كلهن مسكرات، اللي مسكر ترى يلوث. هذا عاد اذا طلع ما في هو المفروض المفروض يكون في ادب، ان كان في ادب لف لف خياسه ونش يوم بيوصل على البر عقه على قرطاسه سوداء مال زباله ويا زباله وشلت الحمد لله ما شي مشكله. لا هذا اذا فيه اذا في ادب، وقليل الادب اللي بيسكرها وبيعقها بعد في البحر بتلوث هاي برايه ينطلق عليه قليل ادب. لكن المجرم اللي تعدى قليل الادب وتعدى كل المراحل اللي هو توح الغرشه طلقه في البحر وتركد في البحر وهذا ما يستوي. يلا اسعد عليكم الاولي اسميها ما بتم حتى دقيقه ما بتم دقيقه هالمربعه بمربعه هذه هاي ابوك اظنيها دستور دستور كامل شيء حد ابوي ناجع عليه شمال ناجع عليه بشمال. هذا دستور يا الساحل الشرقي الغربي اللي في بحرك شراعي هذا الدستور. ايوه قطعنا الفندق يمكن من نص ساعه ولقطنا الرسته هذه ورقينا عليها من الطرف هذا كنت احنا نمشيها وهاي الرسته ما كلتنها دحت الماي دحت الماي كلتها يوم تاتي الشمال ها البحر يرقلين فوق ويلطم 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 ترى ما شيء يشد عن الموي ما شيء يشد عن هي شو تحرون انتم كسر الدنيا كلها يبي كم ما يوصل فوق عالي ما يوصل عمبونها رسته لكن رسته هاي اظني عمرها 40 سنه عمر رسته هاي لا يقل عن 40 سنه 100% هالكلام. لك الرحمن اهتمام الحكومه وين حتى اللي على الاطراف اطراف الجزيره اخر الدنيا. شوف اهتمام الحكومه يقولون ما شيء وما شيء اكثر عن شيء. شو بعد شو اكثر عن شيء اهتمام في الدنيا العوده جزيره اخر الدنيا اكثر عن شيء اهتمام. شو تبون حتى زراع البيئه اللي حاطين مشارب الماء مشارب الماء دور ما دار الجزيره في كل مكان مشرب للحيوان وللطير للسائر والياي حد يلوث حتى من الاوادم من يلوث حد طبعان ولا شيات ولا انه يلقط الماء قدامه ما بيوصل على السيف وبيهلك وبيغدي بيلقط المياه قدام والخير ناهيك عاد عن الفنادق والشرطه والمراكب وكل شيء موجود. وهذه الله يحفظكم بعد الضحيه رقم 2 ابقره عمودها الفقري بمصرانها بدنياها ها قره كامله 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 بعد ها هذا اللي اقدر اشوفه وانا امشي ها قره كامله غميضه عليها غميضه غميضه غرب اللهتكم يا هالغزول غرب اللهتكم تحتوا غزل شلوا بنفس الوقت ولا شلوا دامكم وفتشوا العرب حرام الله يا ابوكم ينهى اكبر جريمه هذه اكبر جريمه. اي والله هاي من دار لين ديره فقاره حليلها والله هالغزول هاي مشكله 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 هالغزول غميضه والله يا ابوكم غميضه غميضه.
أما هذا عادة فأتوقع أنه حوت، حوت ولا نهم ولا شيء، هذا روحه، هذا روحه لايت أو شيء من 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 هال من هالهوام الكبار. هذا عظمها ما كبره، لا إله إلا عن أبوه. هذا حد ما يعرف يقول هذا فيل البحر خيبة عين أبوه. باقمي ليت إلا عندي حد عمان خليت حد يحفر عنه. هذا ناب خيبة يا ربي، ما يندر متى هذا لايت. هذا شيء أبوك بالعظمة، شيء بالعظمة. وزقت عاد يوم شفت هذا اللي هني هالمكود الأسود تحرت قلت شوي خاطري يمكن هذا هو عنبرة الزرق اللي يطرونها، لا يكون هاي عنبرة الزرق وأنا ما أدري. الحقوا هذا أبوي فصيل شيء لايت هني، شيء كم كبرة. لا يكون هاي عنبرة الزرق اللي لقطوها هالعمان هاك اليوم وشلوها من البحر باعوها بملايين. كان حدية واكتشفنا عنبرة الزرق ترى حبوا بياها. يجاسمني دخيل الله حبي خليني مرة مالي نصيب. لا ونحن نمشي ونحن نمشي عاد وانا نازل ان شاء الله ما تكون بقرة ولا عيلة. الحمد لله انها ما بقرة. هاي يا ريور طال حصى حصى سير روح غير نمونة تحرى جواهر جواهر لا النهرو. يلا استغفر الله العظيم. هذه الله يحفظكم الضحية رقم 3. هاي عاد عيلة صغيرة، هاي كنا صورناها قبل بقر، هاي عيلة صغيرة. هاي أظني لايت الحين يمكن من شهرين أو 3 شهور. نعم من شهرين أو 3 شهور أول الموسم ولا يتفق شل اندفنت مرة. لا إله إلا الله سبحانك يا رب. هاي ضحية رقم 3. اي نعم هذه بوي هالعيلة أنا ما تفقد زي ما زين إلا مني والطريق زرع الله وعلى الله. أمشي عالي ما أمشي قرب السيف. هلو أمشي قرب السيف شو اللي بشوف؟ بشوف الهول، بشوف العجب. العجب يا أهل العجب البراز يا عجم شيراز والله إنها غميضة. شوف هذا ها هذا تصرف إنسان سليم وعاقل ورجال فيه خير وناس عائلة فيها طيبة. تصرفوا التصرف السليم ظهروا من حدا الحول ولا شياته يا ابو كشرتم ابوي عقواني. اتي البلديه وتلقط، اتي البلديه وتلقط. جزاهم الله خير مشكورين. نعم يا غير اللي ينثر في نص الغبيب ونص البحر. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله. هي والله شوفوا الفندق وين مد النظر. هي والله هذاك الفندق أظني يبالنا ربع ساعة لين نوصل، 20 دقيقة إن شاء الله يوحيلنا. موعدنا الساعة 2 بنحرك. ترني أنا بخلي العرب تستريح. كل من شفت بقرة لايثر نزلت أصور، كل من شفت بقرة لايثر نزلت أصور. زي شو أسوي؟ شي خصني؟ لكن يا أبوك في ماواه، سمعت اللي في ماواه قميضة عليهم جايات من دار لينديرة. ما في الحاضر مدح. شوف هاي الرملة، شوف شقد تصالق. هاي بعد غير أول مرة بحياتي أنا أشوف رمل له صليج. ها تشوفون ولا ما تشوفون أنتم؟ أنا روحي بلقي التليفون أشوف هاي صالج. أنت تشوفون صالج ما تشوفون الله أعلم. هذا فيه ألماس، هذا فيه جوهرات. هذا شو اللي يخليه صالج؟ رمل صالج هنا هالرمل عادي ما يصالج، هذاك ما يصالج، هذا اللي في النصيب. ها كان ظهر كنز لوشيات ابوي ترى راعي النصيف سالم. الحاضر يعلم الغايب، يوجد كنز ها على سواحل صير بجزيره صير بنياس. نعم مشاهد ابوي غشة، ها مشاهد ابوي شيب غشة شيب التليفونات. لا تقولون ما حد قالكم هذا شيء ابوي كنز هني. ها لا تقولون ما حد قالكم. الحاضر يعلم الغايب واللي بي ونتاكد راعي النصيف سالم. حبوبي لو 100 جرام نفاد براي الباجي منصوب بعد ما ب 100 هذا يظهر طن. ان ظهر طن ابوي عطني على الاقل كيلو وين 5 الطن 1000 كيلو عطني 10 كيلو بس يسدني. خيبه بيستوي 990 كيلو حقه هو. لا 100 كيلو 100 هنا والباجي منصوبك 900 كيلو منصوبك. ان ظهر طن وان ظهر زياده عن طن مسامح مسامح خاطري من خاطري مسامح.
مشينا اسمينا مشينا اسمينا مشينا 10 كيلو تقريبا او 12 كيلو يا مشينا كلها على السيف على السيف يقول هذا دريو 8 كيلو كاسر مسوين هذا صدني هذا ظني اللي الله أعلم وما صح يصير مشي لا تقول عملتكم أنا أنا بو من البحر يبي يمشي كسر الله ريودي ريودي ويلات ويلات برر بسوي شو بسوي هو ايش قال لك وين ارمى ارمسن هذا كله ما ارمى وين ما ارمس هالكذا لازم شيء هو شوي هنا قلنا ابوي على السيف شو بتسوي حسب الهواء هو ومهب ما ارمى ارمس وياكم هي والله اي هذا كله تليفونات منهل ما طاع يصير قال لا انا ولا من سار بدي بدي اتحمم في الحوض هذا ابوي بدي يتحمم في الحوض كم يدق تليفونات مستاحش ما حد قال له نيتشرال وايلد لايف بارك سيربانياس ايلاند از 87 سكوير كيلومتر اور ابيان نيتشرال وايلد لايف بارك از 42 سكوير كيلومتر اراوند 4200 هكتارز سو ذس ايلاند اند نيتشر ريزرف از اوپن وذ ذا ڈریم اف ذا شیپ سائز ہی وانٹ ٹو ڈائیورسٹی ہیئر بینگ ذا انیمل اینڈ ذا ٹریز پلانٹیشن وچ از ذا لوکل اینڈ ذا فوریجنر اس ویل اس پلانٹیشن فریش پلانٹیشن ہیئر 35 ٹو 40 ایئرز ان ذا پاسٹ سو بریک ذا وائلڈ لائف سچویشن ہیئر وی ہیو مور دین 16000 آل ذا نمبرز اف اینیمل 27 ڈیفرنٹ سپیسیز ہیئر 27 نوع من الحيوان موجود في هذه الجزيرة صير بنياس فيها 27 نوع من الحيوان عدد الحيوانات اللي فيها 16000 حيوان منهن عادة الزرافة والفهد والغزال والضبي وكل ما يخطر في بالكم كل ما يخطر في بالكم عدد كبير ناهيك عدد عن طيور الطيور مئات الآلاف اللي من مهاجرات واللي من شرق ومن غرب من كل مكان سبحان الله هذا اللي تشوفونها male ostrich's full height is 2.5 meters so we can find five subspecies ostrich in the world so they can have ability they can adapt to the any of the weather but they are world fastest running the bird they can run 50 kilometers an hour هذا الغزال غزال الريم ما سميه جزيرة الريم جزيرة الريم سميها هذا الغزال موطن هذا المكان هذه بلاده شوف الضبا هاي النوع هم الضبا من يكبر ويشوب قدا أسود لونه الذكر في قرون مقرن والأنثى يمة النتي أتي يمة والذكر يمقرن ما تسمعها اللي يقول لك قومي طحي كان في كان طاح لا تشتكين دوم مربوطه يطرون هذه اليمه والمقرنه How are you علي الحمد لله fine nice to meet you nice to meet you too thank you ابو ظبي 67 كيلومتر سكوير مساحتها 67 كيلومتر سكوير ابو ظبي داخل مدينه روحها الجزيره سير بنياس 87 كيلو متر سكوير مساحتها يعني جزيرة سير بنياس اللي تشوفونها أكبر عن بوظبي أنا الأول أتحرها نفس الحجم أو شوية أصغر طلع لا أكبر هذا اللي تشوفونه البقر البري From which country this one Ali? من كينيا وساوث أفريكا الذكر يوصل 1000 كيلو والأنثى 600 كيلو وزنهن هاللي تشوفونها How fast the jumping? 1 to 1.5 meters from his standing point لا إله إلا الله على كبر حجمها تعبد هاي العبد العودة
جزيرة الصير. جزيرة صير بن ياس من أكبر الجزر في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم من أكبرها، أكبر جزيرة في دولة الإمارات. هذا نوع بعد ثاني. ها اي اسمايل يا رجال، شو هذا الذكر هو المقرن ولا انت بلي قرن؟ ايه الذكر مقرن والنتي بلي قرون. سبحان الله. Also what a kind of this Indian black mark. هذه ابو غزلان مال هندية، مال هند هاي. This is a woman and with the girl. That's the ريم غزال. هذا غزال الريم. أيوة. وهاي لا هات الهنديات الحين جايات. الريم جايات عند الهنديات. الريم غزال الريم هذاك. المقرن. أنت وياياتي ابوي عند النثيات النثايا اللي بلي اليم، هاي تشوفونهن يم، هاي الغزال الهند. شو هذا طائر القرنيق، هذا طائر القرنيق يعيش الذكر مع الانثى. لكن سبحان الله في اذا تموت النثي يموت الذكر، واذا يموت الذكر تموت النثي، يتوالفن الذكر والنثي من اول ما يستوون ويموتن ويتفارقن. اذا يجي الموت واحد منهن الثاني روح يموت قبل ما يجي ملك الموت. سبحان الله. من يبل لين يبل، من يبل لين يبل. ها على ما تشوفون شو نحاس حديد مغنيسيوم كله موجود. النحاس والحديد والمغنيسيوم ناهيك عن الجبس كل هذا موجود هني. هلا تشوفون المزارع، هذه كلها مزارع زيتون. زيتون زيتون مال الحن الجوافة، لا زيتون الزلمات، زيتون بعد هالي ياكلون مال زلمات، يعني زيتون العادي هالخضر، شيء من مال اسبانيا شيء مال فلسطين والاردن. هذا هو هني مزروع من اكثر من 25 سنة، من سنة 77 مزروع، سنة 77 مزروع الزيتون ومنتج، ينتج حاليا، ينتج وموجود. 72 التحقت امارات راس الخيمه في باقي الامارات واستوى التوقيع الانضمام الى دوله الامارات الست واصبحا سبع في هذا المكان. هذا المكان ميلس الشيخ زايد الرئيسي في قصير بن ياس، والمكان المحبب الى قلب الشيخ زايد على الجنه. هذه اعلى قمه في تنتيا قصير بن ياس، تشوف 67 منظر، 67 موقع تقدر تشوف من خلال هذا المكان اللي أنا فيه. وكان من أحب المجالس وأحب الأماكن إلى الشيخ زايد هذا المجلس، مكانه المفضل هذا الميلس، كان مكان حياة زايد المفضل. يا له الجنة، يا له الجنة ونعيمها. هذا الوعل، سمعوا بالوعل والوعل، هذا الوعل، هذا الوعل شوفوا. How weight is they can survive 13 to 14 years. His weight will be go 70 to 80 kilograms. يوصل إلى 80 وزنهن. شو حليلهن النثايا، روحن يا ايات وذكارة روحن، وشي روحن صار بعد هاي الديوسة ما ينتراب هالحمدتن. ايش قايل أنا أبو، أنا مرة ما أفكر إلا في هالبطل. هي ما أخلي شيء، مالطمة ما أخلي شيء، أكل كل شيء. هذا هو الوعل والوعل، هذا الوعل. سبحان الله شوف كيف مستوي ترتيب السمر، اللهم لك الحمد. شوف السمر كيف من الداخل مستوي مظلة كاملة. سبحانك يا ربي، سبحان الله.
هذا كل ترتيب حياد زايد يعني له الجنة. شو مسوي معتني في الدباش والحيوان والطير في البر والبحر. يا الله يا رب تغفرنا. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أبو خليفة. يا الله يا رب أنك تغفر له. سبحانك يا رب. والديلمات كل ديلم أبوي كبر السيارة. هذا الماء يجيبونه من مغرق من الفرضة. فرضة مغرق من ماكينة التحلية الرئيسية. يجيبون بيبات تحت البحر. تحت البحر ويوصل بوي لين هني يوردون لهن يوردون الماء في الخزانات الكبار وتغذي عاد المنطقة بكبرها بيبات تحت الأرض. أول شيء تحت البحر عقب يجيبون لين فوق قمة اليبل ويغذي المنطقة بكبرها. عدد الزرافات الموجودة في كنت يصير بنياس 42 حاليا من أصل ثمان جايات هدية من الرئيس السوداني لحياة الشيخ زايد له الجنة. فيلسن أبوي في هالأرض الطيبة وشافن أبوي الشراح والراحة وما شاء الله تكاثرا تبارك الرحمن. وحين عاد متوزعات في كل مكان في كل مكان شيء منها شيء من داخل في الزراعة ما توصلها للسيايير. وهاي رقطناها هني روحها هازل عمرها ذكرى اعتقد هذه. سبحانك يا رب لا اله الا الله. شاب احد من العرب حيد لابو الحرمة تحت البرقع حنمونا ابدا تحت البرقع حنمونا. تسمعوا بو الوضيحي 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 هذا ابوي الوضيحي هذا ابوي موطنه دار بني ياس. هذا موطنه ابوي دار بني ياس. هذا الوضيحي هذا اللي يقولون عليه الوضيحي. شوف ما شاء الله ايش قايل. وهل تشوفون هاي املاح حطوها الاملاح. الاملاح وايد ضروريه للدبش في كل مكان. هذا الوضيحي هذا الوضيحي. سبحانك يا رب ما شاء الله. والسدر معيد السدر معيد ما شاء الله تبارك الرحمن. والمياه تحت والبط بنواع والوز بنواع كل شيء كل شيء موجود تبارك الرحمن. المكان هذا مكان الفهد الفهد العربي الفهد العربي موطنه الجزيرة العربية والإمارات. ولذلك هذا ما شيء اللي تم ما ثلاث تذكاره والبارحة كان واضحات اليوم راقدات ما نقدر نصورهن مش ما اقدر رابضات الحين هناك حاولت اسوي عليهن زوم ما قدرت هناك رابطه ما طعن يحتاج هذا غياب عرف الله التن. فكره الفهد هني ثلاثه أول شيء نثايا بينهن وماتن النثيات وتم نحن ثلاث تذكار فإن شاء الله نبي يبولهن نثايا يعني الموجود فهد تذكاره لفهوده الموجودة النثايا بعد ما شيء منهن. هذا المكان هذا اللي قلت لكم عنه تحر عمرك في الأدغال تمشي في غبيب غبيب كلها سمر غبيب كلها سمر ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الضبع شوف الدنيا ما شاء الله تبارك الله. إبراهيم شو الأخبار؟ Thank you, brother. Thank you, Mr. Ali. Thank you, welcome. Thank you, Ali Bhai. Thank you for coming. Thank you very much. Ali, هذا مسكين من أمس ويانا ما قصر. جزاه الله خير. I'm really happy to you are with me now. Nice to meet you. Thank you. You from Karachi or Lahore? Pakistan, Lahore. Lahore, mashallah. We are from Abu Dhabi. Nice to meet you, Pakistan and Lahore, UAE, Mafia.
غير. هي سبحان الله. Brothers, long time. Yeah. هذه صيد بن ياس. هذه صيد بن ياس يا وين اللي ان شاء الله الطريق الى وين؟ الى الطراد اللي بياخذنا لين الفرضة، فرضة مغرق ان شاء الله. بنمسي هناك ان شاء الله، ما بنمسي، بيدر علينا العصر وان شاء الله بنصلي وبنتوكل على الله. سيد ابو ظبي ان شاء الله. ترى انتم ما يتراوالكم، هذا كله حقيقه، هذا مش اصنام ولا شيات، هاي اشياء حقيقيه. غزلان وغباء طبيعي موجود في جنتي ابو ظبي في جزيره سير بن ياس، هاي اللي تشوفونه كله صدقي، ما بكذبوا، ما بأصنام محطوطات على طرف دوار، لا، هذا كله حقيقة، هذا كله تشوفون هضبة بالآلاف كلها بوية طلقة لا بمشبش عليهن ولا شيات، يسير مضين ويرعن ويرتعن في هالأرض الطيبة اللي ماشي شراتها أرض الدنيا العودة. يا الله يا رب تحفظها من داء، تحفظ حكامها، تحفظ كل من سكن فيها يا رب العالمين، دوم علينا نعمة الأمن والأمان. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، نحن في فضل ونعم ليوك الله عز وجل، اللهم لك الحمد. هذا الرجال اللي وراي، هذا الرجال توه أعطاني معلومة، يقول إن بإمكان الشخص أي الفندق الدانات اللي في الظنة، ويقولهم يبي يصير الصير يجهزون له طراد يودي يبوي لين الصير ويكشتونه ويرد مرة ثانية. يعني ما بلازم انك انت اتي وتبات فيه في الصير، تروم تبات في الدانات، فنادق الدانات وايدة اللي في الظنة وقرب الرويس، ظني في جبل دان، ما دل الفندق الدانات انا وين يدور هناك. سبحان الله، والله ما كنت ادري، اول مرة اعرف هالمعلومة. شوف الطبيعة كده، شوف الطبيعة. هذا الحين نحن وين سايبين نزلونا الفرضة، خلاص هذا البحوين نحن وصلنا هالمكان، هذا الحين نقطة التجمع. المغادرون، هذا المغادرون عبارة مطار، المغادرون بالمركب وشيء مغادرون بالطيارة، يعني كذا نوع. لكن أعتقد الطيائر الحين وقفون المدة معينة أو ما أدري كيف يعني، لكن توقفت الطيائر علم عند الله. وحين هاللي بيسافرون الحين كلهم بيجون يتجمعون الساعة، ظني الساعة كم أبو إبراهيم تغادر؟ أربعة بنحرك. هالجماعة توهم واصلين، الجماعة توهم واصلين. نحن من ينزلون هايل نركب نحن. هلا والله، هلا بدي أكتب من هالويل. من الرياض. شو جايب منك يا ابوك من الرياض؟ جيتنا نرد لكم السياره. الله يسعدك عزلك. من الرياض لين صير بن ياس لبه، من عق هاي اللي بتسمعني. اي بسمعك. انزين، من الرياض لين الصير؟ اي اذا ما جيت الصير اجي وين؟ يا علي ما ادري. لا واللي كملها بعد اني شفت. لا خلينا، بس تدري اللي يقهر اكثر؟ اني ما شفتك الا في اخر رحله. شفت قهر؟ ما الله كتب نصيب ان شاء الله هداياتك. الله يحفظك. شو اسمك انت؟ عبد العزيز السعودي. والله مليون نور يا حبه وسهلا. الله يسعدك. سلم على اهلك وعلى كل من يعز عليك. يلا الحين صور. هذه صوره. ما لا يصير. شوف ويها وادم قدامنا. هذه نحن اللي جايين فيها، وهاي بعد وحده ثانيه. والخيار موجود، بغيت في هاي صغير ولا في العودة على هواك. إن شاء الله أننا نلقط مكان البحر. أنا متروع هاي الحين يركبون كلهم في البيضة. أنا حات هذا الحات، الدفع الأولى سارت، هاي الحين الدفع الثاني، هاي نحن فيها. ترى هذا كله في بلادنا، في دولة الإمارات، في جزيرة سير بن ياس، في جزيرة سير بن ياس. هل يشوفون كله هل عز وهل خير؟ وها شوف النبج على مد النظر، فضل من الله سبحانه وتعالى. شوف الضبع، شوف اللي تشوفونه.
شوفوا هالدنيا هذا كله بوي في دولة الإمارات، للتحرر عماكم انتم بوي في ساحل العاج ولا افريقيا، ها الزيتون والجوافة وفضل من الله سبحانه وتعالى. هاي يوم يقول لك ديرة بن إياسي، هذا بوي ديرة بن إياسي، وهذه وهاي جزيرة صير بن إياس، هذا الصير اللي الوادم تعنيله وتحبه وتعشقه من عشرات السنين بل من مئات السنين. شو السبب؟ الجو والمتعة والخير والفضل والراحة والموطن الأساسي لجميع الأسر، كل إنسان يقدر يجي هالمكان ويستمتع بهالأجواء الجميلة بهالشيء الفنان اللي أنا أعيشه، وأتمنى من كل إنسان في دولة الإمارات أو في الخليج العربي يوصل إلى هالموقع. هذا موقع لا صار قبله ولا بعده، جزيرة روح فنانة فيرجن، ما مطت ريول الأوادم وخاست وخذت محلطة، لا مكان نظيف ما فيه كل شيء طيب وكل شيء زين، وقعتم عليها رضوان من الله، الماء والخضرة والوجه الحسن. الوجه الحسن لا تنسون الماء والخضرة، الخضرة هذه مكودة على ما تشوفون على مد النظر، والوجه الحسن أنا حدث ولا حرج. ها شوف الله عليكم، من يقول أنت في الإمارات؟ من يقول أنه في الإمارات؟ ها شوف الدنيا، صاد خبر صاد خبر، يغني يا ليل يغني يا ليل، لا صار قبله ولا عقبه، أتحدى أي ثلاث الدنيا العودة فيها الدنيا. هالمكان اللي يلسى فيه روح طول العمر، المكان هذا روحي يمد بالأجل ويجل النظر يا ربي ويجيب العافية، يمد بالعمر ويجيب العافية. والله يا ابوكم يلي ما يهل مكان غلطان ثم غلطان ثم غلطان ثم غلطان، من حشة من مشى لين من حبل لين مشى، لكن ما قال احد قال لكم مكان ولا شيء خير عنه. يلا هناك. شو المبروكة؟ أبو دبي. From أبو دبي. This man from سوريا. This man from البطين. I am from محمد بن زايد سيتي. Where do you come from? India. ما شاء. Which part in India? كيرلا. كيرلا تبارك الرحمن. Good place كيرلا. جنة الله في الأرض. كيرلا جنة الله في الأرض. وصلنا أبو المرسى بحفظ الله ورعايته على ما تشوف. رحلة كانت جميلة وموفقة وفنانة ماشي شراتها، الحين بعد هاي بتنزلنا نحن وبتشل أواد بعد من غير ما يدرى هذا آخر رحلة هاي اللي نحن جينا فيها جديد تحرها الطيارة حتى أخير عن هايج اللي نحن سرنا فيها. What is the name for this boat? Delma 12. هاي أخير حتى اللي جينا فيها رقم واحد، وهذا فيها الريال فلبين وهذا كيرلا. كيرلا ثانك يو. سلام عليكم. ولا تريوني ولا يتريون حد. هاي نحن اللي هنا في حبل لكم يا صورة التكيف. ما ادري كم هذه بتشيل. محمد ابو حميد يسلم عليك. سلام عليك ابو محمد، هلا تراني ابغى زياره خاصه لغشه بس تيم علينا مزاجنا بنيك جالبوت بنولسك وناس لا راح ادريت. انا اعرفكم يوم انت صغروني وانت ولولي على من زايد الاول ايه، وبحين كبرت يوم انت ابويا غزال غزال الاول غادي مالت الطفوله هاك الايام طالع هاوي مره كل الجيش ما نحب الجيش. شو تسوي؟ شو تسوي؟ بيت وتمر. حق منو؟ حق بعد. ليه هذاك البلد عن الضم؟ لا لا زيادة أحمر. يا الله منك. بطة السلام عليكم. How are you?
عليكم. بس انت 24 ساعة جالس مع البنات. ليش تجلس مع هالبنات؟ دوار كهو ار يو؟ السلام عليكم. هاو ار يو؟ هاي ام الحناية. ما شاء الله. حفيظ حفيظ بسرعة تعال. You know how to use this one, sir? Where? فين زعفران متروس؟ زعفران. زعفران 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 أصلي. ما في قهوة. لا أول قهوة. اليوم زعفران. هي والله. خلاص فنش زعفران. ها زعفران متروس لي. يلا. Thank you, girls. شنو يسنك عندهم؟ تعال روقي. يلا باي بطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عاد يوم النظافة الدولي. شفتوا الطلق ها شو غدا؟ شو غدا؟ شو غدا يا أبوكم؟ ها قد ها تحراه تحراه توه مفصل. اغسلوه من خارج ومن داخل وغداركم غير نمونة. اليوم شي خروفة. الخروفة اسمها خروفة سرور الدنبل. خروفة سرور الدنبل. والخروفة عبارة عن أنا بعد خراري في هاي ما يلا نصاف الليالي. الخروفة تتكلم عن إسرة من الجن. الإسرة من الجن هذه وأحد أفرادها سرور الدنبل. بنحط لكم شو الدنبل وشو معناته وصورته بعد. هذه الصورة اللي حطينا لكم إياها نوع من أنواع الكيزان، لكن الحجم الكبير منهن يسمونه دنبل. والأول الدنبل هذا يوم حد يصير من البحارة البحار ولا على السيف يا بوته ما يتفرون الفروخ ولا العبوبة ولا المهم ما له أي أهمية. اللهم أنه يعني حق الفروخ يستعملون حق اليهال ولا البنيات. فلذلك كان الأول يسمون الدنبل الحجم الكبير منهن. عائلة الدنبل سرور أو سرور الدنبل مكونة من 4 أشخاص: اللم واللبو واثنين من العيال. اللم واللبو واثنين من العيال. لكن العائلة مكونة من 4 أنفار: اللم اسمها زعفور واللبو مسينقة والولد الأكبر كافور واللي أصغر سرور. والأربعة هايل كلهم من الجن ومهنتهم الرئيسية السرقة. السرقة من وين؟ يسرقون الله يحفظكم. الأول عاش العرب على البحر وكلهم عايشين على يهبون يسوون الدوسان واليوبل والكسيف والعومة وشي مراويح. هاي يسمونه قدام اللي على السيف يسمونه مرواح. المرواح هذا يهبون فيه عليه الجاشع و والمتوت والعومة ويبسونها. فهاي الأخوان باثنين التموية اللم واللبو امتهنة ومهنة السرقة. يسرقون شو سرقتهم؟ يسرقون أبوي كان يوبل ولا تشسيف ولا مدف ولا تشسيف ولا دوسان ولا رزيم ولا يوبل ولا اللي هو لو العيشتهم في حد منهم. هل تشوفونه محينا خقة وأنا مخذني اختنا هاي الأول بالأخص هاي حين الملككين. بعد الناس هاي اللي حين ما طلع لهم صيت مراويحهم اللخاري. هاي اللي تشوفونه محين مسوين مليارات هذا يروحون السمك بوي داخل حويهم في حوياتهم اللي حين من يبونهم هاك العود الصنفي اللي ما شيء خير عنه. ما يتشاهد حطه بريج وسقم وما يتشاهد. هاي الأول يشوفونهم مراويح العومة فوق داخل بيوتهم يروحون العومة لين تحف. والإسرة هذه الله يحفظهم على سالفتنا. الإسرة الجن هاي المعتمدين في حياتهم كلها يسرقون العومة من المراويح من العومة من المراويح ولا من البخاخير وعايشين عيشتهم على هالمنوال. كل من هبه وابويه السماميك سامانهم ابوي على المراويح ولا
يمعوا من الزروب ايواني دخلوا ابوي البخاخير كل واحد منهم يتهيأ على شكل شيء، ساعات على شكل قطو، ساعات على شكل آدمي، لكن صعوبة أنهم يتهيئون على هيئة آدمي وايد صعب، يعني من النوادر، لأن عيونهم جن تازن فوق مركزات في خمرة الرأس فينعرفون، فنادر ما تستوي أشكالهم على هيئة آدمي الين. فلذلك عاشوا حياتهم على هالحالة. الحين بتيكم السالفة، لا تنسون الأسامي: اللم زعفور، والريل مسينقة، والولد اللي أكبر كافور، واللي أصغر سرور. اعتمادهم الكلي على اللبو مسينقة. اللم ما تصير ولتي، اللم في البيت يقير اللي يسرقون اللبو والعيال. تعليمات منو اللي يمر العيال؟ انت استوى النمونة وانت اطلع بهيئة ياعدة، ولا هيئة كلب، ولا هيئة قطو، ولا هيئة حمار، ولا حصان، اي شيء. منو الاوامر تظهر؟ من لبو مسينقة، واللي يطيعونه العيال ويتعاونون بثلاثة تم على ضعف البخت، ويسرقون ويضبون عند هالي التم. جن تراهم. اللبو دومه صك وحك ويا الولد الأصغر اللي هو سرور، ولا كافور في الشوفة. هي والله إن شاء الله يغير الشيطانة كلها في سرور الولد اللي أصغر، ومتعذب اللبو وياه دومه يقول له: لا تجلب، لا تسوي عمرك لا حنيش ولا قطو ولا أرنب ولا كلب، ولا تتسوي تهيئ نفسك بأي هيئة لين ترد الشور علي. هنا أنا أبو مسينقة، ما ترد الشور لا على فلان ولا، وما تتصرف منك إليك، لازم الشور الأمر والنهي عندي أنا، تأخذ التعليمات من أبوك مسينقة. دومه ودومه يغايض ودومه يسوي عكس الكلام، يعني صك وحكوي الولد. دومه اللبو متروع على الولد هذا بالذات. ما علينا، صار الزمان ويا الزمان يت السنة وخلف الحول والوقت يخطف. يوم من أيام الله مسينقة حول نفسه إلى يريور، وساير أبوي وين ضرب تبه غبة بيسرق من غزول هل بالبحر السماميج، وضرب تبه عيب تهيب على شيفة يريور، شاف أحد البحارة ويقبض له أبوي كابر هذا أداة يضربوها الأول، القرف لحمسها في ضبعها، ولا الشيري يضربوبها، ولا يضربوبها النهم، ولا السوس العود هذا حين يتعدل لأبوي هاك السماج ويضربه بالكافر الكابر على خمرة رأسه. مسينقة يت الضربة، والضربة ضربة شايدة. يا غير مسينقة عفريت جني ترى، الجنون القويين القويين ما حد اقوى عنهم. تنشنش وغده شويه بخير، يا غير تم ينزف وصل بيته، افتك من الكابر، عق الكابر مسير يوبي، وسار ويليه وصل عند اللم، عند زعفور وعند العيال، ولان الولد اللبو تعبان دمه متصفي ما شي تام منه من الدم. مسينقة ياينهم وابوي يرطخ دمامينه يتنشقهن، قال حق العيال: انا الضربة هاي ابوي جايتني ضربت شايدة، وما ظني في بتم في حياه، انا حياه ما ظني بعيش لكم، لكن عندي وصاه لكم، اني انا مكروه عندي وصاه، الضربة تراها شايدة. الوصاه كانت الله يحفظكم، اللبو مسينقة يوصي منو؟ يوصي كافور الولد العود على اخوه سرور. الله الله سرور، الله الله فيه، ترى هذا شيطان، والشيطان اللي في الدنيا كلها فيه، وانا حين تراني مودع. حطوا بالكم على المهم قصة تذكره غدا. تمت اللم وتم كافور وسرور. منو يدبر الحياة؟ كيف بيعيشون؟ مات ابوهم وهايل ابوي مخدي، انت يا كافور وانت يا سرور، كل واحد منهم
أخس عن الثاني ما يدبرون عمارهم. وأزمة لما تروع زعفور على العيال تحاتي ترخصهم يصيرون يسرقون لأن ما عندهم مهرة. شغلة ثانية ماشي ما تعلم ما علمهم اللبو إلا السرقة. آه هاي مهنتهم والله مهنة الفلس. إنزين شو بيسوون؟ احتدوا ولا متروع علم ما بهاين عليها ترخص عيالها ما بهاين عليها ترخص لا سرور ولا كافور يسرون يسرقون. تخاف يصيبهم ما صاب اللبو مسينقة ويغدون بتم وحيد خلاف شي زعفور. وقالت حق كافور نشوا يا ابوي سيروا ابوي دوروا لنا مكان دوروا لنا واحد من هالمراويح وسرقوا منه لو شوي ودخيل الله بيتنا خلا ما عندنا ودام ما عندنا شيء ناكله سيروا طالعوا شيء ويجيبوا. لكن ما وصيك يا كافور على اخوك سرور الله الله فيه ركز عليه وحطه تحت عينك مره تحملي غفل لا تغفل عنه لو لمحه عين. اتفقوا ساروا الاخوان باثنين التب. انت يا كافور قال انا بسوي عمري بهيئ عمري هيئه حمار وانت يا سرور هيئ عمرك هيئه بنادم وحمل على ظهريه العومه كم بتروم تحمل وبنصير حق ابنه ما حب يدري ابنه. سرور قال حق الاخو قال اسمعني يا كافور انا لنسي هكو واحد هناك جالس انسي هذاك وين جالس لكن انا حينه بسير اطالع شو جالس يسوي هالانسي شو جالس يسوي بطالع وبرد عليك خبر ما ادري شو يسوي. نشى الله يحفظكم سرور وحول عمره الى دنبل تعرفوا اللي توني حطيت لكم صورته لكن حجمه كبير. الدنبل معروف عادة يكون صغير هذا استوى حجمه كبير. يوم وصل عدال الانسي تقرب من الانسي زيادة على اللزوم ما خلى عمره من بعيد من قل العقل اللي فيه مرة تقرب عدال الانسي. الانسي انكر يوم شاف الدنبل هذا يتحرك نتشبوي زخه وربطه في الرداء. كافور استبطل الاخو دوره ما شافه. هزم يزعج يسرور ما حد يتوايب. يوم بعد شويه قال سرور في الرداء مسرور سرور في الرداء مسرور. خلاص عاد حينه ايس الاخو كافور ايس خلاص لان عرف لان ترى من عوايد الجن اذا ينزخون يزخهم الانسي خلاص ما يرد على حالته الاولية الجني يتم على ما هو عليه على ما هيئ نفس الطريقة الاولية وزخه الانسي خلاص يتم هنمون. ان كان قطو وزخوه بتندب حياته قطو ان كان دنبل بتندب حياته الدنبل ان كان سبال بتندب حياته السبال كلب بيتم دب حياته كلب. وعلى هالمنوال الانسي من يزخ الجني وهو متهيئ بشكل على ما انزخ يتم دبة حياته. كافور يا نينونة لا هاي عزمت يدي هاي خلي وهاي ما فيها شيء شو بيسوي ما عنده لا حل ولا حول. رد ابوي حق اللم حق زعفور مايا لحقي علي ولد سرور ابوي في الرداء مسرور زخه اللنسي. تمت اللمعة تتغمض واغمي عليك يا سرور وتمت تتغمض عليك انت يا سرور تحيدون. اللم شجي كانها جنية ولا انسية في كل الاحوال اللم والدين شجي. قالت لا حول ولا قوة ما شيء الا ابوي اتحول على هيئة قطوة واصير احوم دور مدار البيت الانسي هذا لا بد من طريق كيف نظهر اظهر ولدي سرور كيف اظهر ولدي سرور الحين لا بد من طريق. وصلت زعفور بيت منو الانسي لقطه ابوي سرور الدنبل يتعقطون الفروخ يلعبون فيه
مثل قلينا ماطوع، الا حد يصفقه بحطبه وحد يقبضه يفر بزوره ويتفرونه. ها عندك اليك عندك اليك، صاقف لاقف صاقف لاقف. يوم يد المغرب ابوي يربطوه وحطوه في نص العريش، ربطوه في صرار وحطوه في نص العريش، وتتروع الزعفور اللم متروع تسير نص العريش تفتش الوليدها فقيرة تخاف يصيبها. أما صابه ما صاب الولد وصاب اللبو قبل هي تروع. ردت بيته فقير زعفور. يوم عدى نهار ثاني دار دولاب الفكر، قالت ماشي إلا أنا طالع لي بصرة، أطالع لي بصرة يكون أستعطف أستعطف السماج هذا الإنسي أستعطفه، لازم منه بيحن قلبه، هذا إنسي والإنسي في قلبه حنان لازم بيحن علي، لكن أنا بعد عليه قصيدة لابد أنه بيحن علي وبيعطيني وليدي يوم بيسمع هالقصيدة. مشهد زعفور يوم حادث الإنسي جالس عند الباب، ابتدت وعدت عليها القصيدة، قالت يا الله يا مفرج الحيرة ويا منجي عباد من ناره، تنجي سرور وتيره من كيد الإنسي وشراره، في فوادي نار نسعيره ما درى بالحال وسراره، حرمت عيوز وكسيره أسقاها الدهر أمراره، يا إله الكون كن خيره ويبر قلب من محتاره. عزم الإنسي يسمع القصيد هذا، لكن يشوف العين يشوف قطوة، ومن تغطى القطوة عنه اختفى القصيد. ونهار ثاني ونهار ثالث، وعلى هالمنوال كل يوم كل يوم كم من يوم حي 5 أيام على هالحالة. أبوي استدرك خلاف، استدرك الإنسي قوى قلبه وصار جد القطوة، تخبرها قال بتخبرك انتي شو تحت راسك هالقصيد اللي تعدينه، شو هناك شو اللي في خاطرك؟ فقيره زعفور ما صدقت على الله انه يرمس الإنسي، قالت براد الشام فالله ثم فيك، الله الله فيه وليدي عندك. ولدك عندي انا؟ ما عندي انا احد من العيال. قالت ولدي عندك الدنبل، ليه لقطتها كل يوم صليت وصريت فرده وحين عيالك العبوبه يتشاقلون، حد يكفخها شرق وحد يكفخها غرب، هذا ولدي هذا ولدي سرور، أطالع الله وأطالعه أخو كافور. أبوهم مسينقة، أبوهم مسينقة وأمهم أنا زعفور، وأخوه كافور وسرور في الرداء مسرور. نتشي يا زعفور وانخرطي مثل ما ينخرط المصباح، وتعد على الإنسي القصة كلها. قالت لنا احنا ابوي العائلة هالنمونة أسرقه عياله سرقه حرامية من يابتنا أمنا لين اليوم، أنا وريلي وعيالي حرامية وممتهنين هالمهنة، مهنة سرقه سرقة ريج، نحن لين أسرق ابوي من مراويحكم العومة، ونسرق ابوي من بخاخيركم ابوي الكيسيف والمدفع، ونسرق ما نخلي لكم ابوي لا يرد ولا يريد، نحن ابوي ليه لاعبين في الفريج هذا بكبره فريج الضغايه، نحن ابوي الاسرقه، لكن نحن ابوي طائفتنا طائفه الجن. وهاي السالفه من قرب ذنبه لا ذنب عليه، نشوا ابوي وكتبوا عهد بين معشر الانس ومعشر الجن، انكم حين انتوا لا تقربونا ولا تسرقون من عندنا ولا تيلسون تخلون حالتنا لله، لكن نحن بنتعاهد وياكم ما شلتكم بتيكم، بتيكم الكسيف وبيكم الدوسان وبتيكم هبات الريح وحتى سح الفرض، ترى الجن غرامهم الفرض، يا الله يا الله يا الله يا الله، الفرض عندهم أخيار حتى عن الإخلاص، وأخيار عن السكري وأحسن عن اليبري ويسوى نوم العين عندهم الفرض، الجن الله أكبر. ما تشوفون أحد من العرب يفضل صحة الفرض، يوم تشوفون ياكل فرض وايد ما يداني السحر اللي بغير، قال عن ابوه انت جني، ترى معروف ان اخير صحة عند الجن هو الفرض.
لأن الفرض إن بعته غناك وانكلته هناك هو عمود الأرض. الفرض عمود الأرض، إن بعته غناك وانكلته هناك، فلذلك أغلى سحة عند معشر الجن هو الفرض. وقعوا الاتفاق ومضى العهد بينهم بعضهم مع بعض، ونشي بوي الأنسي ونشي وشل الكوز وعطاه بوي زعفور، قال لها هذا وليدك بضاعتكم ردت إليكم. يا زعفور عازمة تتيهيل تيهيل الجن غير نمونه. يا بوك المنارات المسايد يرتين وليبال تتصدع من تيهيل الين، ما بارك على الزعفور. زعفور وتيهيل التيهيل يعني زغرطة زغروطة من الفرحة. ما شلت الأرض زعفور شاكين عام الأول فاقده الأمل، الحين ردوا عليها وليدها وياها واستوى العهد أنكم أنتوا لا تقربونا لا تادونا ولا ناديكم. وبيهم أبوي المير لين بيتهم كل يوم كل يوم، بيهم ميرهم وبيهم ودامهم وهم ياسين لا سرقة ولا شياته. المراد فهمه من القصة هاي والخروفة أن التكاتف والتعاون بين أفراد الأسرة ما في حتى في عند الإنس، حتى الجن يوم الجن هنمون يتعاونون، ما بارك من توي الإنس. مفروض الإنس الأخو يفازع أخوه يفازع أبوه، يقومون ضربة في تكوين الأسرة طريقة طريقة تكافل تكافل اجتماعي، كيف هذا منهم يساعد ربيعه، فيكونون في أسرة وحدة متساعدين ما بيتكلون على شخص واحد في الأسرة، هذا منهم يساعد الثاني. هذا أولا. وإن من يتوفى الأبو في أي أسرة لازم العيال، لازم العيال هم اللي يكملون مسيرة الأبو وهم اللي يكدون وهم اللي يحتوون البيت يحافظون على التكوين الأسري حتى لو كانوا جن. لكن الآدمي يتعلم من وراهم. شو هاش قايل حتى، لكن هذا عاد الفرق انه مهنة تم السرقة، احنا عاد ما نشجع لو ادم على السرقة. وان البني ادم اللي هو الانسي في قلبه الرحمة، لان بني ادم بني ادم لازم يكون رحوم يرحم حتى الحيوان حتى البهيمة حتى الجن حتى الدابة يرحمها. اذا ما بيرحم كيف الله بيرحمك؟ كيف الله بيرحمك؟ كيف الله بيوفجك؟ كيف الله بيطرح البركة في عيالك وفي رزقك وفي حلالك وانت لا ترحم لا صاحب لا صديق لا اخت لا اخو لا بشكار لا دريول تنبح صبح ومساء؟ وين الله بيوفقك؟ لازم البنادم كثر ما يروم يكون قلبه في حنان ويعطي ويرحم ويغدي كريم. هذا طبع البني ادم. تصبحون على خير. يلا.